التفاصيل ارحب بالاستاذ احمد ابو مندور. مساء الخير استاذ احمد. استاذ محمد مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك وحضرتك طيب. اهلا بك استاذ محمد. قول لي ال 195 سعر كيلو اللحم موجود فين في مصر كلها؟ انا مش عايزه بس القاهره والجيزه. هتبدا امتى الاسعار دي تكون موجوده للمواطن؟ هو بالفعل يا فندم من حق المستهلك على وجود اللحوم الاستمراريه الطازه نظرا لما يمر به البلاد اخواتنا الاشقاء، لكن الحمد لله احنا عندنا رصيد كافي حي في مجازرنا في ابو سنبل لفتح المعابر وفتح الانتاج على الاعلاف والحاجات دي كلها بتطمن وبتحفظ الاسعار الخارجيه عن السوق. عندنا لحمه السوداني بسعر 195، عندنا يعني كميات مطمنه جدا في مجازرنا في ابو سنبل، بيتم ضحاها هناك في ابو سنبل يوميا ويتم ضخها في سريلانكا مبردات توصل لشركه مصدر لحوم في تلات المكسيك استلامه يوميا بكافه استهلاكنا اليومي ويفيد لثاني يوم، يعني الحراس تعمل فيه عندنا في او ثلاثه احتياطي لثاني يوم. هذا بالاضافه ما يتم بقى ايه دفعه يوميا من ابو سنبل. ما يحدث مع اصدقائنا السوريين، احنا عندنا رصيد حي كافي في مجازرنا في ابو سنبل. هذا بقى ده زي ما عليك امرت في الاول المداخله اللي في معارض بدا فتحها والحمد لله الوضع بقى مطمئن، والاوضاع هو ارتفاع السوق الخارجي بيعمل علينا ضغط. لان السوق الخارجي اللي هم الجزارين الاقي بعض الزملاء بقى المصورين يقوموا داخلين مصورين المحل والمجمع قبل ما اللحمه تجيله يقول لك ده ما فيش، او بعد ما اللحمه تمشي الساعه 2 او 3 بعد ما يخلص الذبيحه او الاثنين اللي جايين له يوميا ويقوموا بقى يقول لك لا ده الدوله ما فيهاش، ولكن الحمد لله الارصده مطمنه جدا. الارصده حيه موجوده في مجازرنا في ابو سنبل يتم وعندنا ارصده لغايه ما نعدي العيد الكريم ان شاء الله. هذا بالاضافه الى ما تم الاتفاق عليه اللحوم المجمده، عندنا لحوم ضاني مجمده استرالي وعندنا لحوم بتلو مجمد استرالي وكبده وكبده بتلو مجمده. تمام تمام. ده موجود فين؟ انا يهمني ان ده يكون موجود في انا في مصر كلها. انا استعجل موجود معاكي لبث التلفزيوني مواد استهلاكيه موجوده في القاهره والجيزه، بس الفقراء وغدا قانون كافي دوله اسكندريه. اصدقائنا في اسكندريه لهم حصه بيتم استلامها يوميا، الشركه المصريه والشركه العامه تجاره الجمله بيتم استلام حصه يوميا زينا زيهم بالظبط، يتم ضخها على مجال 313 فرع على مدار على القاهره والجيزه بكافه احتياجات القاهره والجيزه كلها. الجيزه كلها، معلش انا بسمعك بصعوبه شويه. القاهره والجيزه عندنا 313 فرع. تمام. بيتم اللحوم طازه يوميا، اقل مجمع لازم يخش فيها، بس هو الاقبال على المجمع بيخلي يعني المعروض بيستنفذ، ولكننا بنعوضه ثاني يوم على طول. اللي هي ام 195. اللحوم السودانيه طازه وكبده طازه ب 195. ب 195. اخواتنا الاصدقاء المستهلكين بتاعتهم كويسه، فده بينعكس طبعا على المذاق بتاع اللحوم بتاعتنا طبعا في الوزن وفي الطعم وفي كل حاجه، ما فيش فرق بينها وبين اللحوم البلديه. ايوه خالص. هو الارتفاع يا فندم بقى في السوق الخارجي في الجزارين من 300 ل 250 و و والكلام ده كله ارقامها خياليه، بيبقى عندنا ضغط احنا، بس الحمد لله ما يكفي عن ما هو طبيعي. ما هو طبيعي يا فندم ان الناس هتروح للارخص، خصوصا لما تكون كمان الجوده كويسه. الحمد لله يا فندم وزاره التموين ممثله في الشركه القابضه للارض زي عندها رصيد كافي من المجمدات، هذا بالاضافه الى اللحوم الطازه اليوميه اللي بتيجي من السودان. طيب. بتيجي من ابو سنبل على رجال. هاي طيب. الكميات دي هتكفينا مده قد ايه؟ هل في تعاقدات تانية هتكفي السوق؟ التعاقدات اساسها تعاقدات سنويه يا فندم، انا عندي دلوقتي يكفيني ما يعدي العيد الكبير ان شاء الله. ما يعدي العيد الكبير وفتح مره اخرى يتم اعضاء ما يتم استهلاكه بدون مره اخرى. طيب كل سنه وحضرتك طيب. ما عندناش مشكله مساله اللحوم ولا في الاسعار بعد ما تم الطرح ب 195؟ ان شاء الله الاسعار ثابته والكميات متوفره، بس هم اللي يعني الشعب المصري بقى والناس اللي هو في الراي العام يقول لك ده لحوم السودان والسودان فيها مشكله، اصدقائنا عرب فيهم عندهم، لكن لا المشكله الحمد لله بيتم حلها. احنا عندنا القصه بقى حيه موجوده بالفعل. أيوة. احنا عاملين حساب والشركه القابضه عامله حسابها في المواسم اللي ما بعد، احنا تملي فيه رصيد يكفي البلد اكثر من ثلاث اشهر. تمام. يعني الحي ده بيكفي الحمد لله وزياده. تمام تمام.
طيب انا بس طبعا انا ما اعرفش المنافس بتاعتكم، لكن انا يعني نفسي يبقى في وسيله كده حضراتكم تشوفوها. انا ما اعرفش ايه هي الحقيقه، على اعتبار انه المساله بالاسعار دي ما تكونش بس في القاهره والجيزه، تكون موجوده في المحافظات. المجمعات يا فندم الشركه القرض موزعاها جغرافيا، يعني اسكندريه لها مجمعاتها بتكفي في كل منطقه اسكندريه والبحيره، الشركه العامه والشركه مصر الكابتن بقى الغربيه والمنوفيه والحاجات دي كلها. احنا الحمد لله مجمعاتنا من القاهره وكده، من يعني من اول الهرم لغايه ما نعدي القاهره كلها. يعني الاسعار دي هتبقى موجوده في مجمعاتكم اللي موجوده في كل المحافظات؟ بالفعل الاسعار موجوده ولا يتم ارتفاعها بعد، والاسعار ثابته لغايه ما بعد الايد كبير ان شاء الله. تمام، بشكرك استاذ محمد، بشكرك فندم، بشكرك. طيب احنا